يا رب لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه. إيه اللي حصل يا جابر؟ البت دي عملت إيه؟ أقول لك إيه ولا إيه بس يا ورد؟ ما اتفهمت يا جابر، ما تسيبناش قاعدين كده، قول لنا إيه اللي حصل؟ البت رمت بلاها عليا يا صلاح. يا لهوي، قالت إن أنت بتعكسها؟ يا ريت، كان أهون عليا. أمال يعني قالت إيه؟ ما تفهمنا يا جابر، إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيلوا البت الصغيرة دي، الصغيرة دي تطلع حامل. استغفر الله العظيم يا رب. لا أولادها من كده بتطلع حامل مني أنا. تلاتة بالله العظيم يا صلاح، رميت الجبلة في وشي اتشليت. خبر أسود. طب أكيد طبعا ست تباهي ما صدقتهاش. هو أنت عملت إيه؟ العمل عمل ربنا، استأذن أنا بقى. استنى استنى يا جابر، استنى اقعد معانا شوية بس. اهدى اهدى. معلش يا صلاح سيبني. عايز أقعد مع نفسي شوية أشم هوا. السلام عليكم. خشي كده، خشي خشي. استغفر الله العظيم. هو بجد اللي انا سمعته ده؟ بقول لك ايه، بعد اللي حصل بيني وبينها ده استحاله يكملوا مع بعض، اكيد هيفضوا الشركه. البد انت بقى مطرحها. مطرحها؟ مطرح مين يا ورد؟ انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ اخد مطرح مين؟ ويا ستي فرضنا ان انا ينفع اخد مطرحها، اخد مطرحها بقى ازاي حصرة؟ ها، ما انت عارفه البير وغطاه. خليه يحس ان هو محتاج لك. امسك انت كل الورق في ايديك، وشويه شويه مش هيبقى فاضي يبص قدامه ولا وراه، وتشيل انت الجمل بما حمل. جمل ايه وحمل ايه يا بنتي؟ انت اتجننتي شكلك. وبعدين ده مش وقت الكلام ده خالص. لا، هو ده وقته، ولا انت عايز تستنى لغايه ما تبلط الخط وحد تاني يجي ياخد مطرحها، ولا حتى يشوف له شوفه ويحطها لك لقمه في الزور؟ يا بنتي اسمع كلامي يا صلاح، انا غرضي مصلحتنا ومصلحته. مصلحتي يا ورد؟ ها، اني مصلحه دي؟ ما تهدي شويه يا ورد، ما تهدي شويه على نفسك كده وتريحي نفسك من الفكر اللي شغلك دوت يا ستي. بلاش عشان خاطري ولا عشان خاطرك، عشان خاطر اللي في بطنك ده. ما هو اللي انا بعمله ده عشان اللي في بطني ده، ولا عايز حظه يبقى زيك وزي حظ؟ ايه حظ ايه يا شيخه، حرام عليكي، ما احنا عايشين وراضيين وحمدين ربنا وبنشكر فضله. في ايه مالك؟ وان كان على اسمتي يا ستي، انا راضي باسمتي، انا راضي باسمتي يا ورد، فهمتي؟ اسمع كلامي يا صلاح، اسمع كلامي يا صلاح، عشان الاسم ترضينا كلنا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.